ونحن ما جينا من الخلع، ونحن موجودين في جميع مناطق المغرب، ونحن كنقول للناس اللي يطعنوا يخلطوا في حزب تجمع الوطني الأحرار، هو حزب موجود، وهذا كيبين القوة ديالنا، وكيبين عنا احنا قادرين في الطريق الصحيح. وما يمكن أمناء أحزاب يجوا اليوم يوقفوا قدام الصحافة ويبدأوا يضربوا في حزب تجمع الوطني الأحرار اللي هو الحزب الأول، اللي هو الحزب الأول. هذو أمناء أحزاب، هذو ناس معروفين بالشعبوية ديالهم ومداخلات ديالهم، يدافعوا على المصالح ديالهم الشخصية الضيقة. ونحن حزب اللي موجود على رئيسه السيد الرئيس عزيز قلوش، وما يمكن انسان يضرب فيه، وما يمكن انسان يضرب فيه. الا يضرب فيه يضرب في الديمقراطية، يضرب في الديمقراطية. هذه دولة الحق والقانون، هذا المغرب، هذه دولة، هذه فيها ملوك علويين عندهم تاريخ. هذا ما يمكن انسان يجي اليوم ويبدا شاد المخ ويضرب حزب الاول على الصعيد الوطني، معناها انه جاهل هالشيء، معناها انه بغاو يطلعوه على الكراسي، معناها انه كيقلب على الوزراء، كيقلب على الكريمات. نحن ما عندنا كريمات، ما عندنا شيء. الرئيس ديالنا معروف راقي، وحزب التجمع الوطني الاحرار معروف انه حزب عنده تاريخه، وحزب الناس عارفته كامله، وحزب مشارك جميع الحكومات، وما عمره وقع له مشكل. ولكن كنتسوا عينين تشوفوا أمناء أحزاب يخرجوا بالكلام الكذب وبالدعاية وفي الفيسبوك وبالتصاور الخاوية ويهجموا على أمين آمن ديالنا. نحن ما نقبلوها، القاعة ما تقبلها، والناس ما إلا تقبلها. ونحن نقولوا أنا من الجنوب، من الحدود ديال المغرب، من حدود المغرب الجنوبية، كنقول لهم أن احنا في حزب التجمع الوطني الأحرار نجحونا الصناديق، نجحونا الأوراق، نجحتنا الساكنة ديال المغرب. ماشي هذوك الناس اللي جلسوا عشر سنين، واش عدلوا؟ اش داروا؟ ما داروا شي، داروا أزمة في المغرب إلى الآن كنعيشوها. ونحن تلاقينا مع الأزمات وتلاقينا مع المشاكل، ورانا مازلنا واقفين. وكنهنوا السي عزيز قنوش على النجاح ديالو، كنهنوا الوزراء ديالنا، وكنهنوا الوصية، تهنوا المناضلين من طنجة للقويرة، عن احنا موجودين. وهذا الطعن يضرب حزب التجمع الوطني الأحرار وفي الرئيس، هذا كيبين عن احنا قادين في الطريق الصحيح، ونهنوهم على مضينا عن قادين. وشكرا.